تابلو 2.1 2.1 مليون طن سنويا، بس احنا بصدد ان احنا نزودها ان شاء الله. احنا عندنا تطوير لمصنع ابو قير 1 وابو قير 2، وبنتحدث كمان على مشروع جديد نترات النشادر. اعرف من حضرتك تطور الخطط الشركه في هذه المشاريع. والله هو بالنسبه لابو قير 1 في حاجات ان شاء الله جاري الدراسه النهائيه ليها للتنفيذ، يعني اتخذنا قرار تنفيذها، ودي بترفع الكفاءه وتقلل اي عمليه في عمليه الانبعاثات. ابو قير 3 طبعا خطه تطويره معروفه، بس احنا عملية الترسية على المقاول العام هي اللي هتاخد وقت. ابو قير الشمال، ابو قير المشروع بتاع المطارات ماشي كويس جدا، وشركة في الفيز بتاع الريجستريشن. سيد عابد، بعد طبعا ما تم الغاء مناقصة المقاول، احنا دلوقتي في اي مرحلة؟ لا، هو احنا بنطرح العملية بسيناريو اخر، لان كان صعب، من الصعب علينا ان ناخد قرار بإيقاف المصانع من 3 لـ4 شهور في ظل الأزمة الحالية. أي سيناريو مطروح حاليا؟ سيناريو تطوير، وإن شاء الله تكنولوجي أحدث، بحيث أن نفصل الجرانيليتور عن السوليوشن في التنفيذ، وده هيوفر الوقت الكبير اللي كان لازم للشتداون. إجمالي الاستثمارات اللي هتضخها الشركة في هذه المشاريع؟ لا، هو احنا بنتكلم بالنسبة لشمال أبو قير بنتكلم على 1.2 بليون دولار، بالنسبة لأبو قير 3 أراوند 1 مليون دولار، بالنسبة لأبو قير 1 أقل من رقم 100 مليون. احنا قد ايه من إجمالي الإنتاج بيتم تصديره؟ كم سوق كمان بتستقبل منتجات الشركة؟ الحصة المقررة 55% للسوق المحلي، وبيقدر يعلي الإفشنسي وكده بيقدر يصدر أكتر. طيب احنا كنا بنبيع لوزارة الزراعة سيد عابد بسعر التكلفة، لأي مدى ده ممكن يؤثر على أعمال الشركة؟ والله لحد الآن احنا بس بنراعي البعد المحلي، لأن أي زيادة في الأسمدة في السوق المحلي هتكون النتيجة بتاعتها موجة تضخمية أخرى، فالبعد ده بيراعى، بيحصل توازن بين الجزء المحلي والجزء التصدير، وده الحمد لله بينعكس على إرادة الشركة إن شاء الله.